السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. كشف عضو في ائتلاف دولة القانون اليوم الأحد عن أهم ما يريده ائتلافه في شكل الحكومة المقبلة من ناحية التعامل الخارجي. وقال عضو الائتلاف فاضل موات: إننا نسعى ومع بقية الشركاء إلى أن يتم اختيار حكومة تلبي داخليا احتياجات المواطنين. وأضاف: ونريد لهذه الحكومة أن تتعامل خارجيا مع جميع الدول العالم الجوار والأقليم والدول العظمى باستثناء الكيان الصهيوني، وأن شكل هذا التعامل يجب أن يعتمد على التعامل بالمثل ومصلحة العراق أولا. تابع موات: لابد أيضا من التركيز على شخصية ووطنية وزير الخارجية الجديد.